ولمناقشة تطورات المشهد السوري في ظل عملية إدلب المرتقبة معنا من إسطنبول عبد الله الأسعد الباحث والسياسي والعسكري السوري. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الله. أهلا وسهلا بك. نبدأ من تصاعد الحديث عن عملية إدلب، هل تتوقعون أن يقدم النظام على العملية قريبا؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. مساء النور. يعني في الواقع ما يجري الآن على الأرض أن العملية العسكرية قد بدأت، يعني أي عملية عسكرية برية يسبقها تمهيد ناري جوي ومدفعي وصاروخي على المواقع التي يريد العدو أن يهاجمها. فالتمهيد الجوي للمحتل الروسي ولقوات النظام بالمدفعية والصواريخ والبراميل المتفجرة قد بدأت الآن. يعني إذا نحن الآن في مرحلة التمهيد الناري الجوي الذي يسبق على العملية البرية. لا شك طبعا العملية البرية تبقى عبارة عن ساعة الصفر التي يحددها طبعا المهاجم. ما حدث على الأرض الآن تدمير مراكز الدفاع المدني، تدمير المستشفيات، تدمير البنى التحتية وتدمير المدنيين، وطبعا الخسائر الموجودة حاليا في إدلب جميعا للمدنيين. طبعا هذه المرحلة يعني ستكون لا شك ستكون وسيكون يعني موضوع المراحل الموجود فيها، مرحلة أولى، مرحلة ثانية، مرحلة ثالثة ممكن أن تكون، لأن الآن طبعا بعد دراسة الوضع العسكري على الأرض يعني يعلم النظام أن موضوع إدلب هم المقاتلون الذين رفضوا التسويات والمصالحات في الأراضي السورية كافة وتم ترحيلهم إلى إدلب. فلذلك يعني ما يجري الآن من تحضيرات عسكرية وتحضيرات سياسية مرافقة لهذه العملية طبعا هو يعني موضوع متزامن مع بعضه البعض في ظل وجود أطراف طبعا أطراف معادية ومحتلة للشعب السوري. الآن نجد مثلا أن الآن تركيا يعني هي الدولة الوحيدة التي تعمل بجد لصالح الشعب السوري وتقف في وجه هذا المجتمع المشلول، طبعا مجتمع مدني مشلول، مجتمع أو مجلس أمن مشلول ومجتمع دولي مشلول. تقف الآن تركيا فقط بكل جدية إلى جانب الشعب السوري لمنع وقوع هذه الكارثة. الآن من يقول مثلا نحن ستكون الكارثة هو الآن شاهد زور على هذه الجريمة التي ستحدث، لأنها فعلا طامة كبرى وستكون كارثة القرن الواحد والعشرون. في ظل صم الآذان من قبل يعني وغض الطرف من قبل أمريكا، ولا شك أن إذا وجدت القوات المهاجمة الميليشيات الإيرانية الشيعية الطائفية الحاقدة وقوات نظام الأسد أي مقاومة، من غير المستغرب ان تقوم بضرب يعني كيماوي وضرب غازات السارين والزومان والمشل الاعصاب من اجل التقدم على الاراضي، لان هذه المنطقه واسعه ومعروف جبهه ادلب من الجنوب الشرقي وحتى جسر الشغور غربا طبعا هي واسعه، وهناك مقاتلين يعني ربما اقول قد يختلفوا عما جرى في الغوطه وفي اي مكان اخر في طيب الأراضي السورية. هنالك عدد كبير من المدنيين اليوم في إدلب، وأيضا تعتبر هي المعقل الأخير للمعارضة السورية. كيف تتوقعون سيكون سيناريو المعركة من الناحية العسكرية؟ يعني بدأت الآن يعني القوافل المدنيين الهاربين من الحرب، بدأت حوالي الآن 50,000 مواطن اتجهوا خارج مناطق إدلب من أجل أن يحموا أنفسهم ويحموا أطفالهم. هناك بعض طبعا التعزيزات أو التحضيرات، سكان إدلب نتيجة يعني 7 سنوات من القراع والصراع مع نظام الأسد والغارات الجوية الكثيفة قاموا بحفر يعني الكهوف والمغر والالتجاء إليها. يعني طبعا نعرف نحن المحتل الروسي لا يقتل ولا يضرب الا المدنيين، يعني الجبهات لا يطالها القصف بالاساس. نحن في البدايه والنهايه طبعا الشعب السوري والفصائل الثوريه طبعا نعود ونقول هذا كله طيب مرتبط بالقرار. هل تتوقعون ان الغرب صادق في تهديداته بعد ان شدد من تهديداته في حال استخدام النظام السلاح الكيماوي؟ هل تتوقعون ان تردع هذه التهديدات النظام؟
لا بالتأكيد، يعني الروسي هو طبعا هو القوة الجوية الرئيسية في المعركة، الإيراني هو القوة البرية الرئيسية التي ستقوم بالاقتحام بالهجوم. روسيا وأمريكا يعني متفقان على كل شيء، لا يوجد أي خلاف بينهما على الأرض، وإنما يوجد تنسيق كبير بين الروسي والأمريكي على الأراضي السورية. يعني ولو كان هناك اختلاف في النفوذ على الأرض السورية، وإنما عسكريا لا يتم أي عمل عسكري سواء كان بري أو جوي إلا بالتزامن والتنسيق بين ضباط الاتصالات وغرف العمليات الموجودة. المناورات التي جرت قبل يومين في منطقة التنف، قاعة التنف، والمناورات الروسية التي جرت، هذه جرت بالتنسيق بين بعضها البعض. لا يوجد أي شيء يسمى خلاف أمريكي روسي إيراني مع نظام الأسد، جميعهم متفقين مع بعضهم البعض في سبيل سحق إدلب طبعا، وجعلها كما هي الموصل، تستطيع أن يعني أو تحاول تركيا بكل ما أوتت من قوة بأن تمنع هذه الكارثة الإنسانية طبعا، وهي طبعا دولة يعني إقليمية جارة لسوريا، تحاول بكل ما أوتت من قوة بدبلوماسيتها وبقواتها العسكرية وتعزيزاتها التي تتقدم بالمنطقة لمنع هذه الكارثة، لأنها تعرف ماذا يفعل الروسي وماذا تفعل الميليشيات الإيرانية في هذه المنطقة التي أصبحت هي فعلا المعقل الأخير للشعب السوري. يعني الباحث السياسي والعسكري السوري السيد عبد الله الأسعد كنت معنا، شكرا جزيلا لك ونعتذر منك.